أخبار اليوم. سؤال البلاغة بنقول استخرج خيالا يبقى بين قوسين تشبيه استعارة كناية مجاز مرسل. استخرج خيالا يبقى بين قوسين تشبيه استعارة كناية مجاز مرسل. ملحوظة: احذر من إضافة المشبه به للمشبه. احذر من إضافة المشبه به إلى المشبه. نحن اليوم على طريق العلم. نحن اليوم على طريق العلم. فين التشبيه يا سلمى؟ طريق العلم. شبه العلم بإيه؟ بطريق. يبقى اسمه تشبيه بليغ. تشبيه إيه؟ طيب إذا حذف المشبه ألا تحون؟ يبقى استعارة تصريحية. إذا حذف المشبه استعارة تصريحية. النور يبني في السماء، النور يبني في السفوح وفي الذرى دورا. يبقى دورا استعارة تصريحية. ليه؟ لأنه شبه ما فعله النور بالدور. حذف المشبه تبقى استعارة تصريحية. إذا حذف المشبه فالاستعارة إيه؟ مكنية. المشبه به، إذا حذف المشبه به فالاستعارة مكنية. طيب يلا معايا، سر جمال التشبيه والاستعارة: واحد، التشخيص. التشخيص بين قوسين منح صفة الإنسان لغير الإنسان. اثنين، التجسيد اللي هو تحويل المعنويات إلى حسيات. خد بقى السؤال أدب في الحتة دي: ما الجديد في الصورة عند مدرسة أبولو؟ ماشي، ما الجديد في الصورة عند مدرسة أبولو اللي هي هي نوع أصحاب مدرسة أبولو في الصورة؟ معايا يا أولاد؟ يبقى ده بياخدها من الشق ده اللي هو ماله إلى التشخيص يا إسراء وماله إلى التجسيد. الاثنين ماشيين مع بعض. يلا كده نجيب مثال عندهم: سألتك إياه صخرة الملتقى متى يجمع الدهرما فرقا. قال لي بقى: قرأنا عليك كتاب الحياة. كتاب الحياة ده التجسيد. طب سألتك إياه استعارة إيه؟ مكنية تشخيص. كلامي واضح يا جماعة؟ سر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه. طب سر جمال المجاز بقى، يلا: الدقة في اختيار العلاقة مع الإيجاز وإبراز الثروة اللغوية. الدقة في اختيار العلاقة مع الإيجاز وإبراز الثروة اللغوية. طيب القيمة الفنية للأخيلة. القيمة الفنية للأخيلة عشان محمود أبو المحاسن بيان توضيح توكيد، بس بشرح الكلمات دي على إيه؟ على الخيال. بيان توضيح إيه؟ توكيد. أي حاجة يا محمود دلوقتي: التشبيه، الاستعارة، الكناية، المجاز المرسل. يلا نطبق أنا وأنت. سألتك يا صخرة الملتقى سر جمالها: التشخيص، القيمة الفنية، بيان مكانة الصخرة عند الشاعر والتأكيد على حبه إيه لها. معايا؟ يبقى أي قيمة فنية يا غادة؟ بيان توضيح. نرجس معايا؟ بيان توضيح ايه؟ تأكيد يا مرام. ليديا معايا؟ يبقى كده الايه؟ القيمة الفنية. الأثر في المعنى لكل الأخيلة. اكتب: الأثر في المعنى لكل الصور الخيالية توضيح الصورة وإبراز الفكرة. توضيح الصورة وإبراز الفكرة. توضيح الصورة وإبراز الفكرة ويطبق على الخيال. أطبقه عليه أشوف ده إيه وده إيه وده إيه. طيب نرجو الحضور. سؤالي الامتزاج والوحدة العضوية مهم و18 جدا. سؤال البلاغة تاني: امتزاج الفكر بالعاطفة والوحدة العضوية مهم جدا. تعالوا نشوف هيقول ايه. الإجابة على سؤال الامتزاج أو التعانق نقول: لم تأتي الأبيات
فكرا فقط، ذهنيا فقط، تقديريا فقط، بفتكر بها مدرسة ايه؟ الديوان، اللي هم غالوا في مسألة الايه؟ الذهنية. يبقى لم تكن الأبيات ذهنية أو تقديرية، طالما تقديرية يبقى لا روح فيها، لا روح ايه؟ ولم تعتمد على العاطفة فقط، ولم تعتمد على العاطفة فقط حتى لا تكون انسيابا عاطفيا، حتى لا تكون انسيابا عاطفيا. أرجو كل عبارة من اللي أنا بقولها ملهاش بديل، لو كتبت البديل هتنقص. تاني، لم تأتي أبيات الشاعر ذهنية أو تقديرية لا روح فيها، ولم تكن انسيابا عاطفيا، وإنما امتزج الفكر بالعاطفة. يلا العبارة بتاعتنا، فكأن الشاعر فكر بإيه وأحس بإيه بعقله. أشرح وأجيب كلمات. طيب، أول ما يقول لي هل تحققت الوحدة العضوية في الأبيات، أقف بقى، تقف. هناك فرق بين تحدث عن الوحدة العضوية في الأبيات وهل تحققت. هل تحققت؟ طيب كيف تتحقق الوحدة العضوية في الأبيات؟ يلا، وحدة الموضوع. لا 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 لا، الجو النفسي التمام، انت كطالب مش هتعرف. وحدة الموضوع والترابط، وبعد الترابط تروح فاتح قوس يدنا يا عاطف وتقول من حيث ضمائر المتكلم والخطاب والغائب. يعني ايه؟ ما ينفعش بتكلم عن نفسي انا يا استاذه، انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلمات من به صمم. كل السيوف قواطع ان جردت وحصام الاحدقه قاطع في غمده. ما ينفعش خالص. ليه؟ هو بيتكلم عن حاجه ورجع في حاجه تانية خالص. الضمائر واحده. يعني تعالوا كده نشوف الفرق ما بين الكلاسيكيه والرومانسيه كلها ايه؟ ان الكلاسيكيه وحده البيت، لكن الرومانسيه بكل طوائفها وحده الموضوع. عشان كده خليل مطران كان بيقول ايه؟ هنجيله في المساء. ولقد ذكرتك وخواطري والدمع من جفني والشمس. شايفين كم واو؟ وا وا وا، صح ولا يا جماعه؟ نفس الكلام يا استاذي، نفس الكلام عن ايليا. كم تشتكي وتقول انك، قال ايه بقى؟ والماء حولك فضه، النور يبني في السفوح والزرع. ده واو واو واو. ان كنت مكتئبا او كنت مش عارف ايه او كنت، هنقول دلوقتي كل حاجه. يبقى دي اسمها حروف العطف المتتاليه. يبقى تعرف الوحده العضويه منين يا محمد يا حمدي؟ اعرفها من تتابع الكلمات، تتابع الضمائر كلها ايه؟ واحد. يبقى الجو النفسي كل واحد. ما ينفع. عشان كده لما جينا في مطران ولقيناه بيقول والشمس في الشفق يسير نضره، قلنا ما ينفعش. ليه؟ انت مكتئب بقالك سنه، جاي تقول ده زي الذهب، راح كاتمها لي بكلمه ايه؟ سوداء. والشمس في شفق يسير نضره فوق العقيد على زرا ايه؟ على زرا سوداء. هو ده اللي بنتكلم عليه. يبقى ده الوحده الايه؟ العضويه. طب لما تتحقق بقى الاجابه النموذجيه بتاعتها ايه؟ عبد الله يا مشعل اتق الله واكتب معايا. في الابيات وحده عضويه متمثله في وحده الموضوع حيث الموضوع واحد، وهو حيث الموضوع واحد وايه؟ وهو، وتشرح. والجو النفسي واحد وهو، وتشرح. ماشي يا اساتذه؟ يبقى نقول ايه؟ وحدة الموضوع ووحدة الجو الايه؟ النفسي. ولازم اقول وقد اتت الابيات مترتبة ومتسلسلة
تسلسلا منطقيا وقد أتت الأبيات مترتبة ومتسلسلة تسلسلا منطقيا، بحيث أننا لو وضعنا بيتا مكان بيت لاختل الإيه المعنى. الموسيقى، سؤال الموسيقى اكتب عندك، الموسيقى تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين. أنت كل واحد بيتكلم فيها بمزاجه وده غلط. واحد الوزن والقافية. ماشي. شايف بتقول إيه؟ إحنا كده على الهوا. تاني يقول إيه؟ تاني بنقول سؤال الموسيقى، لما اجي اتكلم عن الموسيقى عندي موسيقى خارجيه وموسيقى خارجية. الموسيقى الخارجيه الوزن والقافيه والتصريع والمحسنات البديعيه ذات الاجراس الموسيقيه، طيب ملحوظة في التصريع، ملحوظة التصريع هو تشابه آخر الشطر الأول مع آخر الشطر الثاني بشرط أن يكون الحرف أصليا، أن يكون الحرف أصليا بمعنى إيه؟ ولم أرى مثل جمع المال داء ولا مثل البخيل به مصابا فلا تقتلك شهوته وزنها كما تزن الطعام او الشراب. ايه ده؟ ده حروف مد، ده الفعل وزن والطعام والشراب. وخذ لبنيك والايام ذخرا واعط الله حصته واحتسابا، الف والف. لا، ما هي ذخرا اخرها ر واحتسابا اخرها ب، خلي بالك معايا يا استاذه. يبقى بالطريقه دي ما يبقاش فيه ايه تصريع، يبقى لازم يكون من اصل الايه الكلمه. طيب والموسيقى الداخليه، حسن اختيار الالفاظ الملائمه، اختيار اللفظ الملائم للمعنى. مرضين معايا؟ بقول اختيار اللفظ الملائم للايه للمعنى. عشان كده كنا بنسمي وبنطلق على احمد شوقي كما كان البحتري موسيقار اللغة العربية قديما، فإن أحمد شوقي موسيقار اللغة العربية في العصر الحديث. هكذا هو أحمد شوقي. قراءة أبيات البلاغة زي ما احنا بنقول بيكون عن موضوع وطني أو عن موضوع من الأحداث الجارية. كتير مننا ما بيقرأش العنوان، ممكن يقول لك قال الشاعر في كذا، قال الشاعر عن كذا مي، فعن كذا او في كذا، هو ده اللي احنا ايه بنتكلم عليه. طيب نرجع تاني لفصول القصه. اسئله تعلل او اسئله علل بس. طبعا علل كان مشرد النفس عند وصوله للقاهره، لانه كان لا يعلم المكان الذي وصل اليه ولا الحياة الجديدة التي إيه سيعيشها. اثنين، علل تحدث الكاتب عن الببغاء جيم، لأن الببغاء كان حبيسا في قفصه وكاتبنا كان حبيسا في العمى. علل لم يستطع عد درجات السلم مع أنه كان كلفا بها، لأنه كان مصنوع من الحجر، إلا أنه أهمل ولم يراه أحد بالغسل والتنظيف فتراكمت عليه الإيه الأتربة. علل كان حزينا وهو في غرفته عند النوم، لأنه كان يوازن بين مجلسه ومجلس إيه أخيه، فمجلس أخيه أعلى من مجلسه حشية ووسائد، وهو يجلس معه مع الصفوة.
الصبي في الأزهر مهم جدا 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 جدا، وأهم حاجة فيها عشان محمود أحب الأطوار إليه وهو يدخل الأزهر ويتحدث عن البحر الذي لا ساحل له. سنة النهاردة ده مهم جدا اهو. يبقى احنا لغاية دلوقتي خدنا جزئيتين مهمين جدا في الفصل الجزء الاول وحاجات بين السطور. هنا برضو هنقول عن حاجتين مهمين جدا وحاجات من بين السطور. طيب خلي بالك معايا بقى. واحد، ما الليوان؟ ها، هو الساحة الداخلية للمسجد. دلل الكاتب لم يأخذ كلام أبيه بن قوسين العلم بحر لا سحيل له على سبيل التجوز، لأنه كان يعلم أنه بحر إيه فعلا، ويريد أن يلقي نفسه في هذا الإيه البحر لينهل منه ما شاء الله له أن ينهل. ما الوقت الذي كان يحبه في الأزهر؟ يبقى أحب الأطوار الأزهر وأحب الأوقات الفجر. أحب الأطوار الأزهر وأحب الأوقات الإيه؟ الفجر.